النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي ستكون محاورها كالتالي: كتلة هوائية حارة نسبيا متوقع أن تؤثر على المملكة اعتبارا من نهار اليوم الثلاثاء وحتى الأيام القادمة، طقس حار نسبيا في عموم المناطق وليالي معتدلة متوقعة. كالعادة صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم المنخفضة التي عبرت فوق الجبال الشمالية والوسطى خلال ساعات الصباح الباكر، هي ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية لكن سرعان ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعات الصباح المتأخر. ننتقل الآن وإياكم لأخرات توزيع الكتل الهوائية من يوم الثلاثاء وحتى يوم السبت، حيث يلاحظ اندفاع لكتلة هوائية حارة نسبية من منطقة الجزيرة العربية باتجاه جنوب منطقة بلاد الشام، هي ناتجة عن امتداد لمنخفض البحر الأحمر نحو المنطقة، وبالتالي ترتفع درجات الحرارة خلال النصف الثاني من هذا الأسبوع وحتى نهاية الأسبوع تكون أعلى من معدلات مثل هذا الوقت من العام، حيث يسود طقس حار نسبيا خلال ساعات النهار بينما يكون معتدل خلال ساعات الليل فوق الجبال والسهول، بينما يكون مائل للدفء في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة والمنطقة الشرقية. أيضا يتوقع مع امتداد هذا المنخفض الجوي لنشوء حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي في جنوب المملكة يومي الأربعاء والخميس، تعمل على تشكل لبعض الغيوم المتوسطة والعالية للارتفاع، تعمل على هطول بعض زخات الأمطار المتفرقة والعشوائية خلال ساعات الظهيرة والعصر من يومي الأربعاء والخميس. نذهب للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 20 درجة مئوية. أما بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء 30 درجة مئوية متوقعة مع طقس صافي، أما الصغرى 21، يوم الخميس المزيد من الارتفاع 32 درجة مئوية مع طقس صافي، الصغرى 22، أما يوم الجمعة 32 إلى 21 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.